يكون آخر أسبوع. هل رمي الجمرات يشترط فيه الإصابة في العمود أم اتجاه العمود يرمي الجمرة أم يشترط لا هو المقصود الحوض أن يقع الحصوة في الحوض وليس المقصود إصابة العمود وكثير من الناس يتوهمون بهذه المناسبة أن هناك شيطان ينتظر من الحجاج أن يرموه بالحصوات وهذا وهم كبير عند عامة الناس هذه عبادة وناهية تعبدية محضة لا يجوز لنا أن نفلسفها وإن كان أصلها أن الشيطان ظهر لإبراهيم عليه السلام هناك وأراد أن يصرفه عن القيام بما أوحى الله إليه من أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فظهر الشيطان هناك رواه أول مرة وفي المرة الثانية والثالثة لكن ليس هناك شيطان قابع ينتظر هناك الحجاج أن يرموه فهي إذن عملية تعبدية فيها تذكير بتلك الحادثة الجليلة العظيمة التي هدى الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بذلك الكبش العظيم فالمقصود بأن ترمى الجمرات في المكان الحوض وليس المقصود إصابة مثل هذا العمود لأنه في اعتقادي هذا العمود لم يكن منصوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القدر كفاية ولعلنا نلتقي بكم إن شاء الله في فرصة قريبة في مناسك الحج وبخاصة في ميناء إن شاء الله تبارك وتعالى.